بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو عندي ملف بي دي اف زي ده ومحتاج أحط عليه بعض التعديلات، سواء كانت مادة نوعية أو مادة تعديل في المكان الموجود أو أيا كان الكلام ده، البي دي اف بالتبعية ما بيتيحليش فرص كتير إن أنا أتحكم فيها. هو الحل الكلام ده إن أنا بحول الكلام اللي قدامي ده لصور، الصور دي بعدلها طريقة فوتوشوب، بعدين برجعها مرة تانية عشان أقدر أحول ملف بي دي اف زي اللي قدامي ده مجموعة من الصور. محتاج برنامج أدوبي أكروبات، اللي هو البرنامج اللي قدامنا هنا دلوقتي، عشان أقدر أحول. راجع لمكان اسمه فايل، هنا في أيقونة اسمها إكسبورت، بختار منها ايمج واختار شكل الصوره المحتاجه. بعدين هنختار جي بيك اللي هي الاكثر انتشارا. اول ما بدوس عليها كده بيجيب لي المكان اللي انا هسجل، محتاج اسجل فيه. انا هنزل مثلا لسطح المكتب وهعمل ملف اسمه فوتوس، فوتوس ستارت، وهسجل فيه. اول ما ادوس سيف هيبدا يحمل لي الصور بتاعتي فيه. او تلاحظ ان هو من تحت هنا طلعت كده، هو عمل 9 صور 10، بس ان هي الصفحه بتتحرك، بتبقى الصوره لوحدها. شغال دلوقتي. تسعة وعشرين، ثمانية وأربعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. دلوقتي هو انتهى من تعديل الصور. فانا هطلع بره واشوف اللي هو وصل لايه. اول اطلع صف المكتب، هفتح كود السري اللي انا كنت مسافر فيه. انا عندي 18 صورة، اي 48 صورة اللي هم اساسا كان الورق بتاعي. لو جيت افتح اي صورة منهم هي فتحت لي الصورة اللي هي الصفحة رقم 48 مثلا. اقلب بينهم عادي، صفحة رقم 1، صفحة رقم 2، 3، 4 وهكذا. دلوقتي ابتدي اعدل ان انا هفتح الصوره في ملف فوتوشوب، ده ملف فوتوشوب بتاعي. لو ما حدش يدوي انا عشان افتح صوره بدوس في المكان الفاضي ده مرتين، بعدين بختار المكان اللي في الصوره، هاجي على فوتو 3، اختار الصوره اللي انا عايز اعدلها. مثلا هاجي على اخر صفحه هيفتح لي الصفحه الاخيره بحجمها بتاعي. الصفحة هنا طبعا 21 في 29 شوية، اللي هي بعد اللي فوق. أنا مثلا عايز أكتب كلام هنا، الحمد لله زي ما عملت كل المصطلحات. فعشان الكتابة أنا بستخدم التول اللي اسمها تي، اللي هي اختصار تكست. ابتدي أحملها، واختار المكان اللي هكتب فيه. مثلا هكتب في المكان ده، انا عندي فوق هنا بختار الخط اللي انا عايز اكتب فيه، اختار مثلا مصر هنا شبه ظاهر ونوع الخط، مثلا خليه تاني رومانس كده. عندي لون وكده بكتب ابيض، انا هغير اللون، خليه مثلا احمر ده. كده عجبت الحمد لله زي من عملت تتم الصفحة مثلا، وعايز اسيبها في الصفحة.
عندي فوق هنا زرار صح ادوس عليه كده الصفحه اتثبت بالشكل اللي بقت دي. لو عايز احرك مثلا الكلام بدوس على زرار في واللي هو هنا فوق اول واحد و كون داس هنا اوزو سيليكت لير راجع عليها حركة. محتاج اكبر الحجم مثلا بدوس كنترول تي واغير الحجم براحتي. محتاج انا مثلا ادخل صورة من بره بدوس كنترول زائد او واختار صورة ان انا ممكن اللي انا عايز ادخلها مثلا هاجي هنا اختار مثلا صورة اي حاجة الجنة مثلا هتجيلي الصورة هنا عشان اعمل الصورة دي بدوس نرجع مكان اسمه ليه تحت ده هنا ندوس عليه مرة ثانية ندوس اوكي كده الصورة اقدر اعملها. ندوس على جي اللي احنا استخدمناه قبل كده عشان احرك نرجع الصورة احركها راجع المكان اللي هو فيه اسم الصفحة القديمة نجيب الصورة خلال الصورة اتنقلت معايا. بنفس الظروف لو عايز مثلا احركها بدوس بكون داس على بي احرك فيها براحتي. لو عايز اغير الحجم بدوس كنترول في واغير الحجم. لو عايز ممكن بشكل عام تستخدم كل الحاجات الموجودة في الفوتوشوب. حبيت اسيبها نرجع على كلمة فايل بعدين سيف اس افتح لي قائمة اللي بسيبها. انا عشان اقدر استخدمها كصورة بستخدم فورمات اللي هي جي بيك اللي هي اساسا جبتها من ملف البي دي اف بيها ودوس سيف. هي اساسا كانت موجودة قبل كده فبيقول لها استبدل لي دي اللي هو اوكي. بعدين شكل الصورة من بره مش هيفرق كتير دلوقتي ندوس عليها اوكي. دلوقتي انا الصورة اتسيبت معايا. لو جيت رجعت لها اللي هي الصورة كانت 48 اللي هي دي لقيتها بقت بالشكل ده تمام. طيب انا دلوقتي عايز ارجعها لملف بي دي اف تاني هقفل راجع على رقم واحد فيهم دي وادوس كليك يمين كومباين تو ادوب بي دي اف. طبعا لازم يكون عندي برنامج ادوب كوبوت. هبتدي حول لي اول صوره لملف بي دي اف. انا بقى عايز ادخل بقى الصور هاجي على دوس هنا واجي هنا انسرت ايش فروم فايل اختار شكل الصوره من تحت هنا اتاكد انها جي بيك. هزل كل الصور امتدادها جي بيك هنا وافطر. انا هعلم كل الصور عشان ارجعها مره تاني اوكي. بقيت هو عمال يلف صورة صورة. طفل الصور كلها بتاعتي. مشكلته ان هو لما بيجي يضيف الصور بيضيفها من تحت لفوق. يعني الصورة رقم 2 ده رقم 1 من تحت. طبعا عشان تعدل الكلام ده بتمسك الصورة وتقعد تدوس عليها كده تقعد تحرك. الموضوع متعب الحقيقة لما يكون ورق كتير زي ده. المهم في الاخر ان هو الصورة ده بقى الشكل بتاعي. في الاخر انا الصورة اللي عدلتها رجعت لي زي ما كانت ولكن بعد ما ضفت فيها التعديل اللي انا محتاج للتصوير. طبعا انا اقدر اعدل كل الصور براحتي اقدر اعمل طب كمان بس هو الموضوع متعب شوية محتاج وقت. اهم حاجة يكون عندي برنامج ادوب اكروبات وادوب بي دي اف.
وعرف فوتوشوب. الحمد لله رب العالمين.